هذا هو الحكم جان جاك نضالة، الحكم الكونغولي 34 سنة وماشي في 35 سنة، وبيعاونه أوليفر سافاري ده بلدياته، وأيضا سلمان أمل الدين ده من جزر القمر، ومن مالي بوبو تراوري حكم رابعا، وعلى الفار الإيطاليان ماركو دي بيلو وباولو فاليري. ودي وصول الحكام إلى الملعب. كانوا بيقولوا في جيروم على الفار، وفي يعني خبرين مختلفين، لكن اللي هيفتنا كابتن أحمد شناوي اللي هيرقلنا نظرة على التحكيم. ولأول مرة قبل اللقاء كنا دائما بنحلل الأداء التحكيمي، لكن هذه المرة هي نظرة على الحكام. خبرنا الكبير كابتن أحمد شناوي، مساء الفل يا أبو الكبات. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا كباتن. يعني بسم الله ما شاء الله، أنا شايف كل الأمور ماشية بشكل كويس، الإعدادات كلها تمام. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى كده التوفيق لمنتخب مصر، هو ده اللي ناقصنا ان شاء الله. ان شاء الله. مباراة النهارده طبعا الحكم هو جاك نضالة، يعني مش هقول بقى كرر اللي انت قلته. نعم. عايز اقول ان هو ده اللي حكم لنا مباراة تصفيات امم افريقيا اللي تعادلنا فيها مع انجولا هناك 2-2. نعم. وهو اللي حكم لنا مباراة دور ال 16 مع كوت ديفوار. نعم. هو حكم هادي. اولا الاختيارات دي والتعيينات دي عن طريق الاتحاد الدولي. في ناس اتكلمت قالك ان الاتحاد الدولي هيحط حكام من بره افريقيا. كان في خلاف، كان جوه خناقه، وبعدين مش خناقه، هم مش هيقدروا كانوا يعملوا كده. ليه؟ لان كان لازم ياخد حكام دي يوديها في قارات تانية يلعب فيها، لان الحكام دي هتشارك في كاس العالم. ذكر رئيس اللجنه بقى اجنبي بقى، يعني بقى طلياني، يعني انا بتكلم. لا هو قصده هياخد من افريقيا حكام يا فندم، رئيس اللجنه كلنا طلياني. المهم ما علينا ما علينا، لكن اللي هم قدروا يحطوا بس الفار لحاجه واحده يا كابتن احمد، لان اداء الفار في البطولات الافريقيه سواء على مستوى الشامبيونز ليج او الكونفدراليه او الامم الافريقيه دائما في علامات استفهام كتير بتحدث من تحكيم الفار، فعشان كده هم حطوا حكم فار فقط. ده الامر اللي الناس لازم. كان في ماتش اوروجواي مع البيرو باين، والجون في كلام كتير انه دخل بالكره جوه، بس خلي بالك ما لعبه. نعم. هي لما تكون لعبه، لكن احنا الاخطاء متكرره. نعم. يعني بالنسبه لافريقيا هنيجي نقول حاجه مهمه انا عايز اقولها، ان الحكم ده هادي. ويعني ما تحسش عنده رياكشن. انا كل اللي انا عايزه لعيبتنا لو عندها اي يعني حاجه عايزه تقول له عليها، ما يبقاش بشكل عصبي وما يبقاش بشكل فيه يعني اعتراض بشكل كبير، لكن كل ما تبقى انت عند الخط المسموح بعتقد انه هيتعامل معاك بشكل كويس. دي الحاجه اللي انا عايز اقولها. انا ببص للمباراه الثانيه. الاتحاد الدولي ادى درس للاتحاد الافريقي في تعيين الحكام بانه حط مصطفى غربال حكم المباراه العوده. رغم ان احنا حرمنا من في البطوله الافريقيه من اي حكم عربي. نعم. يحكم اي مباراه لاي فريق. انا بحكم لي افريقي ما انا واحد يعني. بص يا كابتن. نعم. اقول لكم حاجه، يعني ايه حكم محايد؟ يعني ليست لديه انتماء للفريق ولا للبلد اللي هتلعب. نعم. بس يعني لو انا من البلد دي وفرقه مثلا الزمالك ولا الاهلي بتلعب، يبقى خلاص ما ينفعش احكم. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. انما مصطفى غربال من بلد غير البلد. خلاص لازم يحكم. هم كانوا قافلين على التحكيم العربي قفله جامده جدا. انا عايز اقول ان المباراه الثانيه انا شايفها تحكيميا هتبقى اصعب، لان الظروف اللي هتحصل والنتيجه بتاعت النهارده هيبني عليها حاجات كتير جدا. نعم. لكن انا سعدت ان يكون في مصطفى غربال حكم كويس قادر على اداره المباراه. النهارده الشيء الجيد في الامر ده كله ان الحكم اللي على الفار ايطالي. ليه؟ لان النهارده في بعض الالعاب تبص تلاقي حكام الفار بتتجاهلها. نعم. او ممكن جدا الحكم يحتسب والحكم الفار بيأكد دون التأكد او الرجوع بشكل كويس للعبة. هذا طبعا الراجل ده عنده 40 سنة ماركو. وخلي بالك يعتبر من الرعيل الاول في لستة الفار اللي هي بدأت 2018. نعم. او لستة الحكام الدوليين الفار 2018 اتحط فيها، وهو مرشح لانه يروح كاس العالم. خلي بالك كحكم فار لانه متمكن جدا ودقيق جدا، يعني من ضمن الحاجات اللي عنده ان هو يعني دايما تقاريره كحكم فار دائما وابدا بتبقى في يعني في الاجاده والامتياز. تابعوه حتى في المباريات على المستوى المحلي في ايطاليا، وجدوا برضه انه عنده نفس الاجاده دي. نعم. هو حكم دقيق جدا، واعتقد النهارده يعني تمام. الماتش ده النهارده هيبان فيه برضه حاجات الاجاده للفار واجاده. برضه انا شايف ان نضالة هيأدي بشكل كويس، لان هو ما عندوش اي مشاكل يا كابتن، لا مع الفريق ده ولا مع الفريق ده. بشكرك كابتن ناوي، شكرا جزيلا، وللقاء بعد المباراه ان شاء الله المغرب.